اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تذلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقني طيبا واستعملني طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم التف بي في تيسير كل أسير، فإن تيسير كل أسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأتمم علينا بنعمتك، وأسبغ علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم آتني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك من صالح ما تعطي الناس من المال والأهل والولد غير ضالين ولا مضل. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. الحمد لله رب العالمين، أسألك المجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا درا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجليه وآجليه ما علمت منه وما لم أعلم. أعوذ بك من الشر كله آجليه ما علمت وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك. أعوذ بك من شر ما أنت أخيذ بناصيته. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ودرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلوقي وفي أهلي وفي مالي وفي محياي وفي مماتي وفي أملي. اللهم أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بقدري. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني أسألك العافية من كل بلية، وأسألك ودوام العافية، وأسألك الشكر على الآفيات. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أجرني من النار يا مجير. اللهم أجرني من النار يا مجير. آمين بجاه النبي الأمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد إمام الخير وقائد الخير.